السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حكيم قاسم، رجعتكم اليوم بمقطع جديد. ومقطعنا عبارة عن المتابعين لمدة 24 ساعة يتحكمون فيني. قبل ما نبدأ المقطع يا جماعة، لا تنسون الصلاة على النبي محمد، وأيضا لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات وتصلون على النبي بعد. اللهم صل على محمد. فما بيطلع لكم مقطع توي منزل بالمنتدى، راح تطلع لكم هنا توي منزل قلت لكم أفطر ولا لا. فأنا راح أشري فطور حلو ولكن ما راح أكله لأنه الوقت متأخر وبتسك البوفية. فراح أشري فطور وأشوف شو اسمه وأشوف تصويت. إذا أني ما أفطر ممكن أخلي اللي أنا شاريه يكون غدا. أسألكم أنا أتغدى أو لا أو زي كذا. فما بطلع لكم مقطع جماعة الخير أو ما بطلع لكم مقدمة. خلونا نروح الحين نشري الفطور. ممكن أفطر أصلا ولا لا، فنشريه ومثل ما قلت لكم تاو. شكرا. يا جماعة الخير، بعد شوي ابى اشوف التصويت. انا مع اني تاخر ما توي قايم من النوم، انا توي قايم، فراح شو اسمه الفطور يتاخر، يعني ممكن يدخل بعد صلاة المغرب، فعشان كذا مشكلة والله. فالمهم راح اصبر شوي واشوف التصويت. طيب يا جماعه خير، بعد اكثر من نص ساعه راح تطلع لكم هنا نتيجه التصويت اني افطر. فيا جماعه الخير هذا هو اللي انا شريته، فخلونا نفطر. يا جماعه الخير والله اني خايف انكم تطحون لان تو طحتوا. ف جماعه الخير طالب سندويتش دجاج مع جبن. بمسككم كذا سندويتش دجاج مع جبن، فخلونا نقول بسم الله ونفطر. طيب يا جماعة الخير، جيناكم بوجبة العشاء الغداء. وجبة الغداء راح تطلع لكم الحين الأكثر تصويت، اللي هو رز ودجاج. طيب يا جماعة الخير، بما أني شفت بما اني شفت رز ودجاج اشتهيت مندي، ما ادري ليش. فبروح لما مطعم مركز المندي مسوين حركه او عرض او المهم انه يعني وجبه حطينه يعني من ضمن المنيو حقهم اسمه مندي على السريع، يعني مندي كذا خفيف صغير راح اخذه ان شاء الله مع كم قطعه لحم. فصراحة يعني كذا غدا خفيف رهيب صراحة، يعني مو بخفيف يعني، بس انه شو اسمه المهم انه هو اللي راح ناخذه باذن الله. يا جماعة الخير تونا مستلمين الطلب مثل ما انتم شايفين، هذا هو راح اوريكم اياه الحين. هذا هو ما شاء الله كبير مثل ما انتم شايفين، في لحم مندي يجمع مسمار او سفرة، وفي بعد يجمع بصل وشطة حلو والله وملعقة. طلبت معه حمضيات، ف يقول بسم الله. طيب الحين نفتح اللي هو المندي. يوه الريحة ما شاء الله مثل ما انتم شايفين، قولوا ما شاء الله يا جماعة الخير. والله يعطيكم العافية انكم اخترتوا ذا. اي والله اتخيل لو مختارين اني ما اتغدى، مشكلة. الحمد لله على النعمة، ونقول بسم الله مثل ما انتم شايفين. يلا بعد اعلان مجاني المركز المندي يلا. تخيل نحط الشطة ونخلط، هذا لنا قطعة لحم ومع شوي مندي. الله يا رهيب ذا مندي ولحم. طبعا أنا بالنسبة لي أحسن أنواع الرز المندي، مندي ولحم وطلع كبره يعني معقول يعني وب11 والله رهيب صراحة.
يا جماعة الخير، ممكن بعد شوي اليوم بإذن الله راح أحلق. من زمان ما حلقت، فراح أقول لكم أحلق ولا لا. هذه بسوي إن شاء الله. وأيضا البنزين بيقضي، يمشين 40 كيلو فبيقضي يعني، فبقول لكم بعد أعبي بنزين ولا لا. فأقول لكم راح أنتم تتحكمون بحياتي كاملة. إذا تبغون، إذا عجبتكم هذه وإذا تبغون أستمر بها أخليها كسلسلة مثلا، اكتبوا لي تحت في الكومنتات. وقفوا الحين هذا المقطع الحين وانزلوا تحت الحين واكتبوا رأيكم، هل نستمر أو نخليها سلسلة أو لا. روح للتعليق المثبت راح أكتب إيش رأيكم، نستمر نخلي سلسلة ولا لا. أنتم ردوا على تعليق مثبت قولوا إيه أو لا. طيب جماعة الخير، أرجعكم بعد ما أخلص من الغداء. أخلص. طيب جماعة الخير، رجعت لكم بعد وجبة الغداء. طبعا كنت تدرون أنه جاء ليل. المهم نزلت بالمنتدى قبل كم ساعة أحلق ولا لا. التصويت طلع 12 تصويت 6-6 50-50 يعني. المهم أنه متعادل التصويت. فبلشت أنا، نزلت تصويت ثاني، اللي هو ابيض واسود. طبعا للي ما يعرف وش ابيض واسود، انا متعنيه اني حطيت شيء ببالي ابيض واسود ولا علمتكم وش هو. ابيض واسود اللي هو لبس بلوفر اسود وبلوفر ابيض. طبعا التصويت متعادل 50-50. نزلت تصويت ثالث ورقم واحد ولا اثنين، وبرضه 50-50 متعادلين لين الحين. لكن بصبر كم ساعة كم زي كذا وبشوف التصويت هل بيتغير أو لا. طبعا يا جماعة الخير، واحد واثنين اللي هي العشاء، واحد أتعشى واثنين ما أتعشى. فراح أنتظر وجبة العشاء، وجبة العشاء واضح إني جوعان. راح أنتظر التصويت هل بيخلص أو لا، مو بيخلص، هل بيتغير أو لا. بعد نص ساعة زي كذا راح أشيك عليه، لأن آخر ثلاث تصويتات كلها متعادلة. فمشكلة والله صراحة، أنا ما أدري شو أسوي، حنا أسوي ذا ولا ذا، هذه مشكلة صراحة. فبنتظر لي يمكن نص ساعة أو ساعة بشوف التصويت هل بيتغير أو لا وأرجع لكم. طيب يا جماعة الخير، رجعت لكم بوجبة العشاء، وأخيرا الحمد لله يا جماعة الخير زاد تصويت عن اللي نص نص، ففاز رقم واحد اللي هو اني اتعشى. فيا جماعة الخير هذا هو عشاي مثل الغداء. طبعا بقيت لي نص الكمية لاني وقتها شبعت صراحة، فقلت ممكن انه يصوتون اني اتعشى ولا اخليه لبكرة ولا يعني، ما اهم شيء اني ما احلته. فصار عشاي يعني، فسخنته خلاص صار عشاي يعني. فيا جماعة الخير توي منزل تصويت اللي هو وش كان اللي هو اعبي بنزين او لا، وتصويت الابيض واسود تغير بعد صار الاكثر اسود، فاللي هو بلوفر اسود البس. فبما اني برا البيت ما اقدر اروح يعني، ما لي خلق ارجع البيت عشان البس بلوفر، فبلبسه بنهاية الفيديو ان شاء الله. فيا جماعة الخير راح اتعشى الحين، وبعدها بشوف وش صار على تصويت البنزين هل اعبي او لا. فيا جماعة الخير بس خلونا نتعشى لاني مرة جوعان. ايوه طبعا الغداء، وقت الغداء الظهر لي كشوي اقول لحم يوم ركزت طلع دجاج من الجوع. شو اسمه نسيت وش هو، اخبط بين اللحم والدجاج. فيا جماعة الخير، وجبت معي اللي هو حمضيات والله العظيم مشروب العظماء يعني، اللي ما يحبه ما ادري شو اقول لك. نقول بسم الله، واللي اول لقمة الوجبة العشاء. بسم الله، والله اني جعان، والله العظيم اني ما اكلت شيء الا العصر، يمكن اكلت لي كذا كاكاو زي كذا وتقهويت بس من عقب الظهر. فخلونا نقول بسم الله. اذكر الله يا جماعة الخير، يا رب تصويت بنزين يكون عب بنزين، لانه ما يمشين الا كم كيلو بس.
فمن قلت انه ما بيخلص صار مطفي السياره الحين لان اللون مشغله ما بفايده يعني ما مشغل لا مكيف ولا شيء. ففاتح دريشه مثل ما شايفين فاتح دريشه ومطفي السياره عشان ما يخلص البنزين. فبشوف التصويت وان شاء الله ان شاء الله يا رب انكم مصوتين اني اعبي بنزين. وتخيل لو قلت لا والله يا انا بزعل. طبعا الصوت ذا صوت اشعارات حق الجوال اللي فيه اضاءة ولازم اوريكم بس انه يعني كذا. ف ايش رايكم حركة اضاءة وبحسن؟ والله انا عمتها ما اشوف زين ولكن بتصوير يكون احسن ان شاء الله. ان شاء الله انا زينة الاضاءة مع اضاءة هذه. شوف لو طفية يعني ما فرق قوي بس انه يعني المهم الحمد لله يا جماعة الخير توي مخلص وجبة العشاء اللهم لك الحمد. الحين راح اشوف اللي هي تصويت البنزين. ادخل اللي ما اوضح ايوه كذا واضح. راح ادخل اللي هو التصويت هذه قناتي نروح لم التصويت. اوه يعطيكم العافية والله. راح احط لكم هنا 7 تصويتات او 16 دقيقة عبي بنزين مثل ما انتم شايفين عبي بنزين اللهم لك الحمد. الله يعطيكم العافية والله ما يمشين ولا كم كيلو بس الله يعطيكم العافية والله. والله ان شاء الله بسوي جزء ثاني. يا والله اني مستمتع والله فبسوي جزء ثاني ان شاء الله وبس يعني. طيب يا جماعة الخير الحين متجهين الى المحطة. طيب يا جماعة الخير بما ان الاكثر اني اعبي بنزين فالحمد لله والله. شوف ما يمشين الا 15 كيلو ما ادري اذا قلت لكم ولا لا اني الاكثر تصويت اني ما احلق وقت التحليق. ما اقول لكم ما ادري قلت لكم ولا لا انه الاكثر تصويت انه لا ما احلق. فا ايه المهم وصلنا المحطة. شوف ما يمشين الا 14 الا 15 كيلو فخلونا نلبق. وصلنا المحطة دقيقة. فل 91. طيب يا جماعة الخير نحبي الله يعطيكم العافية والله. ما يمشي لي 15 كيلو بس فالحمد لله والله. طيب يا جماعة الخير رجعت لكم. طبعا كتبت آخر تصويت حطيت آخر تصويت إني أنام أو لا. مو بإني أنام أو لا قلت أنام أو أصبر ساعة أو ساعتين. فجماعة الخير هذا التصويت راح يطلع لكم هنا التصويت الأكثر إني أنام. فالله يعطيكم العافية والله إني دايخ جماعة الخير. فيا جماعة الخير أنا قلت أنام أو أصبر ساعة أو ساعتين يعني نايم قلت مستحيل إني أقول أنام أو لا. تخيل لو الأكثر إنه لا يلا يقعد كذا لين بكرة والله ما لي خلق أنتظر ودي أنام صراحة يعني. فقلت إني أنام أو أقعد ساعة أو ساعتين ولكن الحمد لله الأكثر اللي هو إني أنام. فبس جماعة الخير الحين رايح أنام إن شاء الله ومدري وشو ما دايخ. أنا إذا دخت ألخبط بالكلام إذا جعت ألخبط بالكلام هذا شيئين يعني. إذا بديت ألخبط أعرف إني أني جوعان ولا إني دايخ. فبس ما بطول عليكم أو ما بطول ذا لايك واشتراك وتفعيل جرس التنبيهات. يعطيكم العافية ومع السلامة. خلاص بروح أنام وتسمعوا على خير.